المكتوات، أو المكتوات هي اللي اكتوت هي بالإرهاب، هي اللي أعطت دمها الجبهة الشعبية، ومكوناتها هم اللي قاوموا الاستبداد وقاوموا كذلك منهج الدكتاتورية. بالتالي الجبهة الشعبية ما هيش هي لا رأي ضد المصالحة الوطنية. أعطونا شكون هما هالموظفين الـ 450 أعطونا أساميهم شكون هما. أعطونا هما رجال الأعمال. يا هروش هذا من يعبوا الكاسات في الانتخابات نتاع هذا الطرف وذاك. هاي الجبهة الشعبية الحكاية اللي تحب تعرفها. أعطونا علاش تحبوها في السرية مو عندكم ولا يحبوها في إطار التكتم والسرية. خلينا نشوفوا انتماءاتهم وين اليوم. يا هروش في هذا الحزب أو ذاك. وبالتالي عملية حزبية رخيصة وخسيسة. مش هذه المصالحة الوطنية. هذاك علاش الجبهة الشعبية لا تريد أن تتم عمليات اللي فيها انتهاك للدستور وانتهاك لقانون العدالة الانتقالية وانتهاك لهذا معناها الشعب بدعوة ماذا؟ بدعوة مقاومة الإرهاب. ثم خلي حاجته باش يواجه الإرهاب يخدم من هنا باش نصلحوا الاقتصاد خدم من هنا سي محمد. أنت وين الجباية؟ وين مقاومة الفساد؟ وين قضية المديونية؟ وين قضية الإصلاح الأوضاع نتاع الفلاحة فهمتي منها في الريف وأراضي فهمتي منها الدولة؟ وين المقاومة فهمتي منها التهريب؟ اللي يحب يصلح الاقتصاد يبدا من غادي راهو. مش راهو المصالحة مع 35 قالوا لي ولا 30 رجل أعمال و450 فهمتي منها موظف، هذا هو مش تصلح البلاد. 400 هذا مش تصلح أوضاع البلاد. بالنسبة للجبهة الشعبية عندها بديل آخر. والشعب التونسي عنده بديل اخر لمواجهه هذه الاوضاع.